تعلن جامعة الكفيل عن فتح باب القبول والتسجيل في قسم تقنيات الفيزياء الطبية، ويمنح هذا القسم المتخرج شهادة البكالوريوس في تقنيات الفيزياء الطبية، وتكون مدة الدراسة فيه 4 سنوات. يهدف القسم إلى إعداد خريج على قدر كبير من المعرفة بالأجهزة الطبية تمكنه من تشغيلها وفهم استخدامها بالطريقة المثلى. كما يقبل القسم خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي، الأحيائي، التطبيقي، خريجي الكليات والمعاهد. كما يجد خريجو قسم الفيزياء فرص عمل كثيرة، منها المستشفيات، العيادات الطبية، المختبرات. ومن بين الأجهزة التي يهدف القسم إلى تدريب الطالب عليها: أجهزة التعقيم، الأشعة العادية والتلفزيونية، أجهزة التحكم في التنفس، أجهزة مراقبة النبض والضغط، الأجهزة التي تستخدم بالعلاج النووي، الناظور، جهاز رسم القلب، الجهاز المنظم لضربات القلب، جهاز الصدمات الكهربائية للقلب، إبرة التخدير النصفي، وأجهزة قياس التدفق.